السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. الناطق باسم الحكومة الموريتانية يقول إن الوفود المنسحبة من قمة مالابو كان بالإمكان ألا تنسحب. قناة المرابطون تنظم ندوة علمية بمناسبة ذكرى 56 على الاستقلال الوطني حول كتابة تاريخ المقاومة. المحكمة العليا بنواكشوط تبحث موضوع الأمن العقاري في موريتانيا من خلال دراسة المنظومة القانونية والسياسات الإصلاحية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد رمين والشيخ إن الوفود التي انسحبت من الدورة الرابعة للقمة العربية الإفريقية المنعقدة بالعاصمة مالابو كان يمكن ألا تنسحب، لأن الدولة المعترض عليها من طرف هذه الوفود لم تدع ولم تحضر. وعبر للشيخ عن احترام موريتانيا لموقف البلدان التي انسحبت وتلك التي قررت البقاء والمواصلة في أعمال القمة، وكانت وفود عدد من البلدان العربية من بينها المغرب قد انسحبت من أعمال قمة مالابو احتجاجا على مشاركة وفد البوليساريو. الجهة المنظمة للقمة والمستضيفة لها هي الاتحاد الافريقي. وبالتالي الاتحاد الافريقي هو من يقرر من يشارك ومن لا يشارك، وليس طبعا موريتانيا كرئيس الجامعة العربية. طبعا الدولة اللي اعترض على 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 وجودها هي لم تدعى ولم تحضر. ولذلك كان يمكن أن لا تقع انسحابات لأنها هي لم تدعى ولم تحضر. ومع ذلك نحن نحترم ونقدر للذين انسحبوا مواقفهم، وكذلك نحترم مواقف الذين بقوا. والقمة على كل حال مشت واتخذت فيها القرارات، ونأمل إن شاء الله أن مثل هذه المواقف أن يمكن إن شاء الله معالجتها في بحكمة فالقمة القادمة إن شاء الله العربية الإفريقية. والآن إلى نافذتنا اليومية على ذكرى 56 لعيد الاستقلال الوطني. نظمت قناة المرابطون ندوة علمية بمناسبة ذكرى 56 لعيد الاستقلال الوطني حول موضوع المقاومة الوطنية. شارك فيها عدد من الباحثين والأساتذة الجامعيين. وتسعى الندوة العلمية المنظمة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال إلى إثارة نقاش علمي حول موضوع المقاومة، سعيا إلى الإسهام في كتابتها بطريقة علمية. تأتي ندوتنا لهذه السنة تحت عنوان إعادة كتاب تاريخ المقاومة الوطنية الخلفيات والمقتضيات، سعيا منا في قناة المرابطون إلى أن يجتمع الباحثون والمفكرون والأكاديميون على كلمة سواء تلم شتات ما تناثر في الذاكرة الجمعية، وما تفرق في بطون الكتب، وما عبثت به يد الزمن من تاريخ هذا البلد الذي أحوج ما يكون إلى تاريخ مرقون يأوي إليه الباحث عن الحقيقة. أيها الإخوة الأفاضل، إنها فرصة تاريخية لكي نناقش هذا الموضوع الحساس بمستوى عال من الموضوعية والحياد والتجرد والعلمية بعيدا عن التجاذبات.
علنا نضع لبنة تكون مرتكزا لإعادة كتابة تاريخنا الوطني بأمانة وموضوعية. وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر لكل من أسهم في إنشاح هذه الندوة. تضمنت مذكرات عدد من ضباط الحملة الفرنسية في موريتانيا مطلع القرن العشرين إشادات ببسالة المقاومين الوطنيين دفاعا عن الوطن وحوزته، وقد سجلت تلك المذكرات ملاحظات تقويمية لتعاطي المجتمع الموريتاني مع المستعمر، كما رصدت جوانب من الخلفيات الحضارية والثقافية للبلاد. سجلت مذكرات ضباط الحملة الفرنسية في موريتانيا مطلع القرن العشرين جوانب هامة من تاريخ الفعل العسكري الرافض للوجود الفرنسي، وتخللت تلك المذكرات ملاحظات تقييمية للمجتمع وقيادته وبناه ورؤيته للفرنسيين وطبيعة تعاطيه، ورصدت الرؤية الفرنسية تحليلها للخبرة والخلفيات الحضارية والثقافية للبلاد. يشيد العقيد غورو في مذكراته سنوات السلم في موريتانيا ببسالة المقاتل الموريتاني قائلا: ليس باستطاعة من لم يرى البيضان يقاتلون أن يدرك مدى بسالتهم، إنهم لا يملكون من السلاح إلا بنادقهم العتيقة ورصاصها والخناجر، تراهم يختفون خلف أبسط حاجز يطلقون الرصاص ويغيرون مواقعهم تماما كما تفعل الجيوش. وعلى مستوى الخبرة السياسية والتفاوضية يستعرض الرائد جاليه معالم هامة من شخصية أمير ترارزا الأشهر الذي عقد اتفاقية مع الفرنسيين عام 1829، ويعتبر جاليه بأن أمير ترازا الكبير الذي وجد الفرنسيون معه التفاهم لمدة 30 سنة، ويعتبر أن محمد الحبيب كان مفاوضا ماكرا أكثر منه محاربا ماهرا، حيث نجح خلال سنوات عديدة في لعب سياسة متوازنة تمكنه من الاستفادة من الطرفين، يعني الإنجليز والفرنسيين المتنافسين على الشواطئ والمرافق التجارية الموريتانية. ومن جانبه يقول تشاسي إنه إذا كانت فرنسا قد استطاعت إثبات حقوقها في هذه المنطقة، يعني موريتانيا، في مواجهة دول عظمى خلال بضع سنوات، فإن فرض ذلك على هذا الشعب البدوي قد اقتضى 30 سنة. وعن ثقتهم بأنفسهم واعتزازهم بهويتهم، فقد سجلت تقارير الإدارة الفرنسية من ذلك الشيء الكثير، حتى قال بعضهم: لا يوجد أي مجتمع بدوي يبلغ مبلغ الشناقطة في العلم بالعقيدة والتاريخ والأدب والفقه وعلوم العربية، إنهم لا يمكن أن ينظروا إلى حضارتنا بعين الإعجاب، فهم يدعون الانتساب للبيت النبوي والقبائل العربية، وذاكرتهم تتعالى على التأثر بالأوروبيين، لذلك فهم يختلفون عن كافة عناصر الشعوب الأخرى التي تكيفت بسرعة مع الإدارة والثقافة الفرنسية. إلى شأن مفصل، حيث نظمت المحكمة العليا بنواكشوط ندوة حول موضوع الأمن العقاري في موريتانيا من خلال دراسة المنظومة القانونية والسياسات الإصلاحية والحلول الإدارية والقضائية للمنازعات. وقال رئيس المحكمة إن النزاعات العقارية تحتل مرتبة كبيرة في النزاعات المعروضة على القضاء، وهو ما انعكس سلبا على القضاء والإدارة. نتابع. المحكمة العليا في نواكشوط تحتضن فعاليات أيام علمية حول الأمن العقاري في موريتانيا بمشاركة إداريين وقضاة وفاعلين قضائيين ودارسين اجتماعيين. المشاركون سيتابعون على مدى يومين عروضا ومحاضرات تتناول مختلف جوانب موضوع الأمن العقاري في موريتانيا، كالمنظومة القانونية العقارية والسياسات الإصلاحية والحلول الإدارية والقضائية للمنازعات. إن إشكالية اختلال الأمن العقاري هي مسألة مطروحة بشكل كبير في الكثير من دول العالم، خصوصا في إفريقيا وآسيا، إذ لا تكاد تخلو دولة منه، ولهذا الاختلال آثاره السلبية المشهودة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. ويعني مفهوم الأمن العقاري عنوان هذه الندوة الأبرز بمفهومه البسيط اطمئنان المالك شخصا طبيعيا كان او معنويا الى سندات ملكيته لعقار ما،
وسلامة إثبات حقه ذلك استناداً إلى منظومة قانونية شاملة قارة وواضحة. رئيس المحكمة العليا استعرض في كلمته بالمناسبة مختلف القوانين والمراسيم الوطنية المتعلقة بالأمن العقاري، مشيرا إلى أن بعضها يعود لحقبة الاستعمار الفرنسي. أيها السادة والسيدات، سبيلا إلى تشخيص البنية العقارية في موريتانيا، نجتمع اليوم في هذه الندوة التي دعت لها المحكمة العليا جميع الفاعلين المعنيين من إداريين وقضاة وفاعلين قضائيين ودارسين اجتماعيين ليقدم ويقيم كل من وجهة نظره الواقعة ومتطلبات تطوير المنظومة العقارية سبيلاً لإرساء الأمن العقاري المنشود. وجرى حفل افتتاح هذه الأيام بحضور رئيس المجلس الدستوري ورئيس محكمة الحسابات ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين والأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية والأمين العام للمحكمة العليا وممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية. يحتج التجمع العام لحملة الشهادات والعاطلين عن العمل في العاصمة نواكشوط مطالبا الحكومة الموريتانية بوضع حد لمعاناة التي تواجه العاطلين عن العمل جراء البطالة. ورفع المحتجون لافتات تندد بعدم التشغيل، كما نددوا بما سموه المحسوبية والزبونية، داعين إلى منحهم فرص عمل تناسب شهاداتهم الجامعية. نتابع. تظاهر العشرات من الشباب حملة الشهادات المطالبين بالتشغيل وتفعيل دور الأجهزة الحكومية لحل مشكلات مئات العاطلين عن العمل في البلاد. وقال الشباب المتظاهرون إنهم ينددون بغياب الشفافية في التشغيل، إذ يلاحظ أن العشرات من الأفراد يلجون بشكل يومي وأسبوعي وظائف ومهام في الإدارة العمومية دون أن يكون ثمة اكتتاب شفاف يضمن الولوج بصورة متساوية للعمل وفقا لمعايير الكفاءة والقدرات الذاتية. احنا جينا هون رافضين رفضا بات، نبغوا نوصلوا لقاده البلد وساستوا انهم في حساباتهم ما داروا العاطلين عن العمل. المرض العضال الحقيقي هو البطاله، البطاله بشتى انواعها واشكالها. رافضين المحسوبيه اللي عشنا في ظلها احنا ابناء الفقراء والطبقات المهمشه. هنا الدكاتره واهل ماستر يتسكعون في الطرقات، واحنا نشوف الناس تشغل، تعود واحد عنده دوب لامبلوا تشغل تشغيل جاي من وراء القضبان، ما نعرف الطريق المعدله، قعدنا به يكوس في الشوارع. احنا ما لنا ضد اي رقاجر خير، لكن ندور تعود فم معايير واضحه عادله للشباب العاطلين عن العمل. وقال الشباب المنضوون في تجمع شباب العاطلين عن العمل انهم لن يقبلوا الانهزام او الهجره للخارج او ترك حقوقهم، مطالبين السلطات وصناع القرار في البلاد بالعمل على تسويه مستمره لمشكل البطاله. لن نكل ولن نمل حتى ناخذ حقوقنا المشروعه وافيه غير ناقصه. إلى بقى وسطى يتهاودوا يمسونا التراب ويتشاوروا معانا ويعرفونا البلد بدورنا فيه وعندنا الحق في نتكلموا فيه وعندنا الحق في ندلوا بآرائنا فيه. به اللي ما عندنا أرض خلا قايسينها، احنا ذو مان لا ينهاجروا، احنا اللي نسمى روسنا التجمع العام لحملة الشهادات والعاطلين عن العمل، ما لا ينمرقوا موريتانيا يمينا ولا شمالا، لا، ما لا ينهاجروا، سنظل في موريتانيا وسندفن في موريتانيا، لكننا سنعيش كرماء من حقنا في بلدنا. السمك ياسر والذهب معرم. وكان المكتب الوطني للإحصاء قد أصدر تقريرا العام 2013 اعتبر فيه أن نسبة البطالة في موريتانيا تناهز 10.1% على المستوى الوطني، مع فوارق كبيرة ما بين الوسط الحضري 16.6% والوسط الريفي 4.4%، في حين أنها كانت تصل إلى 32.5% في العام 2004 وإلى 31.2% في العام 2008. غير أن العديد من التقارير الدولية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اعتبر في وقت سابق أن نسبة البطالة في موريتانيا تصل إلى 31.2%، مستندا في ذلك إلى تحقيقات سابقة للمكتب الوطني للإحصاء عن الظروف المعيشية للسكان في العام 2008. اعتصم عدد من الطلاب المهندسين بمدرسة المعادن ومدرسة الأشغال العمومية والمدرسة العليا متعددة التقنيات، اعتصموا أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نواكشوط للمطالبة بإنصافهم بعدما حكم القضاء الموريتاني لصالح تجاوزهم إلى القسم الثالث. وقال الطلاب إنهم قرروا الاعتصام أمام الوزارة إلى أن تنفذ القرار القضائي الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا. هذا اعتصام ينظمه الطلبة المهندسون
من مدارس المعادن والأشغال العمومية والمتعددة التقنيات للمتضررين أصلا من قرارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيدي والسالم. الطلاب كانوا قد تجاوزوا امتحانات بكافة المعايير، وقد عطلت وزارة التعليم العالي تجاوزهم إلى القسم الموالي أي السنة الثالثة، ورفضت المحكمة العليا ذلك القرار، لكن وزارة التعليم ترفض تنفيذ القرار الصادر عن وزارة التعليم عن المحكمة العليا، الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا. لذلك نحن قررنا الاعتصام أمام الوزارة حتى تنفذ قرار المحكمة وتعيد إلينا الحقوق المسلوبة سابقا، وهي التجاوز إلى القسم الثالث ومواصلة الدراسة في المدرسة العليا متعددة التقنيات. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها الناطق باسم الحكومة الموريتانية يقول إن الوفود المنسحبة من قمة مالابو كان بالإمكان ألا تنسحب. قناة المرابطون تنظم ندوة علمية بمناسبة الذكرى 56 على الاستقلال الوطني حول كتابة تاريخ المقاومة. المحكمة العليا بنواكشوط تبحث موضوع الأمن العقاري في موريتانيا من خلال دراسة المنظومة القانونية والسياسات الإصلاحية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الثانية. موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله.